طيب معانا طبعا الكابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ازيك. طبعا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب ونتمنى التوفيق ليكم، وكلمني عن مشاركه الثلاثي في بطولتي تايلاند يا كابتن. وحضرتك بالصحة والسلامة، واحنا ان شاء الله دي كانت أول مشاركة، لأن كل البطولات الدولية كانت بتتلغي الفترة اللي فاتت دي كلها. دي أول يعتبر من البطولات الدولية اللي احنا بنسعى ان احنا نشارك فيها عشان نثبت أقدامنا في التأهيل لأولمبياد طوكيو 2021. بطولة مهمة جدا، هي بطولتين في نفس الدولة ورا بعض على طول، بتساعد الولاد ان هو يعلوا الترتيب العالمي بتاعهم، يزودوا النقط بتاعتهم، يحاولوا ان احنا ندخل جوه اكتر في الترتيب العالمي بحيث ان احنا نضمن التاهل لطوكيو اللي احنا بنسبه 90% ان شاء الله، ويمكن اكتر من النسبه دي ضامنين تاهل ان شاء الله. الحقيقه انا قلت في البدايه ان شاء الله ان احنا تاهلنا، وباذن الله يعني انا ثقه زي ما حضرتك بتقول 90% ان شاء الله نتاهل. بس يا كابتن كلمني عن المشاركين، يعني جنسياتهم في البطوله دي، يعني بطولة قوية ولا بطولة مشارك فيها أغلبهم من آسيا؟ يعني كلمنا عن المشاركين في البطولة غير المصريين طبعا. لا هي بطولة قوية جدا، وتعطف اللاعبين في جميع دول العالم ان هم يشاركوا في البطولات الدولية، لان بقى لهم داخلين في قرابة التسع شهور ما فيش يمكن مشاركات دولية خالص، فكل الدول المشاركة طبعا الصين، يابان، دنمارك، كل الدول الأوروبية، كله بيسعى للتأهل بيشارك في البطولة، لأن بطولة مهمة جدا وبطولة ليها بوينت كتير، فهتفيد كل اللعيبة اللي بيحاولوا إن هم يتأهلوا لطوكيو 2021. أكيد هنتابعكم يا كابتن هشام ونبارك لك أكيد بإذن الله. بس قول لي يعني إحنا يعني اللي أعرفه إن في إبريل هتبقى الدنيا ظهرت إن شاء الله بالنسبة للأولمبياد، هل في تجديد في, في 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 كلام جديد عشان كورونا، ولا إحنا على المواعيد القديمة؟ لا لا هو بالظبط كده، واحنا المواعيد بتبقى اخر شهر 4 بتكون خلصت البطولات التاهيليه للفرق لكل الدول، بيبتدوا يشوفوا مين بقى اللي 50 على العالم هم اللي بيدخلوا على التاهيل مباشره. فاحنا الحمد لله ترتيبنا بالزوج السيدات ال 35 لحد دلوقتي، ففي منطقه امنه الحمد لله تماما، بس برضه الواحد دايما يعني ما بيحاولش يلزق احداث، وان شاء الله نكمل على خير. عندنا الزوج المختلط برضو ال 50 على العالم اللي هو يعني بنحاول بقى نزق شويه بيه، ان شاء الله يدخلوا برضو في مكان دافي اكتر من كده ونتاهل يا رب كده، ودعواتكم كلكم ان شاء الله. ان شاء الله البطوله دي تزق شويه المختلط، يعني ان شاء الله يخشوا في الاربعينات او في الثلاثينات، وزي ما قلت حضرتك ان هو بقى في المنطقه الامنه. طب يا كابتن يعني قول لي يعني الفترة اللي فاتت كان في بطولات كتيرة جدا اتلغت، كنت بتستعد ازاي؟ يعني كنت عامل اللعيبة معسكر ولا كنت عامل ايه؟ لأنه طبعا فجأة البطولات استؤنفت، وكنا الفترة اللي فاتت ما فيش بطولات، كنت بتعمل ايه؟ والله احنا مشغلين تدريبات، ما وقفناش تدريبات غير فترة أول فترة اللائحة يعني اللي كل الناس توقفت فيها، بعد كده من شهر يمكن 7 من ساعة ما ابتدينا ورجعنا النشاط الرياضي ما توقفناش خالص لتدريبات المنتخب. اللعيبه بالذات الثلاثه اللي سافروا تدريباتهم مستمره على طول، حتى لو كان المنتخب باجمله اللي هو الفرقه الكبيره الكتير اللي هم اللي قوامهم 12 واحد ممكن نتوقف ساعه في فترات من السنه، لكن دول بيشغلين لان لينا اهداف خاصه معاهم لتاهيل طوكيو، مش محتاجين ان احنا نقف خالص فيهم. فمن ساعه ما رجعنا للنشاط التدريبات مستمرة بشكل دائم للثلاث لعيبة المهمين لطوكيو إن شاء الله. أكيد طبعا كابتن هشام التهامي كل التوفيق لحضرتك، وطبعا لمنتخب مصر المشارك في بطولة تايلاند أو بطولة تايلاند. شكرا جزيلا لحضرتك، وهنتابعكم يا كابتن هشام، لأن أنتوا الحقيقة عليكم يعني طموحات كبيرة من اللجنة الأولمبية، أنتوا ممكن تحققوا إن شاء الله ميدالية يا رب بإذن الله، في بإذن بعد التأهل لطوكيو بإذن الرحمن.